أدرجت 4 دول عربية في منطقة الخطر في قائمة أكثر 10 دول حول العالم إصابة بمرض السكري، وجاءت الكويت في المركز الثاني عالمياً في نسبة الإصابة بعد باكستان، وفقاً لتقرير من إحدى المنظمات العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصاءات. ولفت التقرير إلى أن السكري ينتشر في المجتمع الكويتي بنسبة تصل إلى 24.9%، وذلك بسبب نمط الحياة اليومية الخاطئ للأشخاص هناك، فضلاً عن سوء التغذية. واحتلت قطر المركز 10 عالمياً في نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 19.5%، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 14 بنسبة تصل إلى 18.7%، وحازت دولة باكستان على أعلى معدل لمرض السكري في العالم بمعدل مذهل يبلغ 30.8%. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوعي والتثقيف بشأن مرض السكري وانتشار السمنة بشكل كبير وضعف الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وفي عام 2015 تم تسجيل 3 مليون حالة إصابة بالسكري في السعودية، وسجل مرض السكري من النوع الثاني معدلات انتشار عالية في السعودية بلغت 32.8%، ومن المتوقع أن تصل إلى 45.36% في عام 2030.